فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ورد النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، يقول هل يدخل في ذلك سائر التحايا كصباح الخير ومساء الخير؟ كل ما هو بمعنى التحية فهو يمنع، نعم، لكن إذا هم بدأوكم فقولوا وعليكم فقط، لا تقول قل وعليكم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، السلام عليكم فقل وعليكم ولا تقل وعليكم السلام، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.